بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رب بخير جميعا. تحت العنوان Find the name of a button هيكون كلامنا في حلقة اليوم. عندنا بمنتهى البساطة 2 button، عايزين لما نضغط على button من ضمن البوتونز دول يجيب لنا النيم بتاع button تاني، تمام كده؟ البوتون الأولاني ده هو اللي واخد الخاصية name، واخد قيمة معينة. البوتون التاني ده هو اللي لما نضغط عليه هنشغل حاجة اسمها ايه؟ هنشغل في my function. my function ديت هي المعادلة اللي تقدر من خلالها ايه؟ هنجيب الاسم بتاع البوتون واحد. ديت الفكرة بمنتهى البساطة، تمام كده؟ جميل. فندخل بشكل مباشر على مين؟ على الجافا سكريبت ونشوف my function دي. في الأول كده أنا هعرف متغير var x. الاكس ده هو اللي هشيل فيه قيمة مين؟ هشيل فيه القيمة بتاعت النيم بتاعت البوتون الأولاني، تمام؟ جميل. فيبقى انت الاكس ده بيساوي ايه؟ هنادي على مين؟ هنادي على المستقبل. يبقى انا عايز انادي على مين؟ في الاول انا هنادي على مين؟ على البوتون. واقول له يا بوتون انا عايزك، ها انا عايز القيمه بتاعتك نيم، القيمه بتاعت الخاصيه نيم ديت تتحط في ايه؟ تتحط في فاريبل اسمه اكس. فتمام، يبقى فار اكس بيساوي دوكيومنت يا مستند مالك دوت، ها هقول له جيت element by id، ها مش في مش ليه id، هو واخد id، بص كده عليه واخد id اسمه button 1، ها ناخده بكوبي ونحطه ايه القيمه بتاعته. يبقى انت ايه جميل كده عرفت متغير وبتقول له اسند لي قيمه button 1. طب ماشي، انت عايز ايه بالظبط من button 1 ده؟ انا عايز dot name، عايز الاسم بتاعه. حلو كده جميل. يبقى هياخد لك النيم اللي هو button ويحطه لك فين؟ يحطه لك في الفاريبل اللي اسمه x. حلو الكلام جميل. انت بقى بعدين تقول ايه عايز تظهر القيمه دي، هتظهرها فين؟ هتظهرها مثلا في الكلاس في الاي دي اللي اسمه هيدنج عشان تبقى ايه اتش 1، تمام؟ فتروح تنادي تقول يا مستند، هتنادي بقى على الكلاس اللي اسمه هيدنج، ها دوكيومنت دوت، ها هنقول برده جيت اليمنت باي اي دي، عايز مين؟ عايز الكلاس اللي اسمه هيدنج، هناخد انا اسف الاي دي اللي اسمه هيدنج. جميل، هتعمل بي ايه بقى الاي دي اللي اسمه هيدنج ده؟ عايز تكتب عليه دوت، ها هتكتب عليه، طالما هتكتب هتطلع يبقى انت فهمتني انر اتش تي ام ال، ها ايكوال تو بيساوي مين؟ الفاريبل اكس. فانت عايز تكتب على قيمه مين؟ الفاريبل اكس، تمام. يعني بص انا عايز العنصر ده يساوي قيمه الاكس، فالاكس هيتعوض عنها بايه؟ بدوكيمنت دوت مش عارف ايه كده. جميل، انا عملت كنترول اس كده ورحت عملت ريفرش، ضغطت على تايم هلاقي بوتون 1 اللي هو النيم بتاع مين؟ اللي هو النيم. انا غيرت النيم مثلا لاي شيء تاني، حطيت واحد مثلا، عملت كنترول اس ورحت رجعت مره ثانيه وكليكيت هلاقي ان هو واقف. افضل ما تكتب توضيح من فوق. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.